بكم في لبس شو على قناة التاسعة. علاش ما تقولهمش اللي انت تحب نادي الافريقي؟ علاش مخبي؟ تحكم في شركات عملاقة في العالم هي. في صفقات ومن بعد تجي تشد بي دي جي تونيسير 3 ملايين غريبة لا يصدقها عقل تونسي. انا اذا خدمت عكملت البريستاسيون تاعي وخلصت فيها حقك باش نحيني من المونتاج. حقك النهار الخميس في الليل نبداو قدام التلفزة استناو في الحق معاك أي. كان جاو العازفات نعرفوا راه الحق معاك فات. الناس يقولوا انك بديت حملة انتخابية مبكرة، شفناك تاكل في العجة ومشيت قريت الفاتحة على قبر بورقيبة وهذه عاد ما فماش سياسي ما عملهاش. معناتها هذه تنجم تكون شعبوية بالحق، معناتها تنجم أنت سيدة ألفا حمدي تكون البارح سهرت في أوتيل وتعشيت عشاء ب 500,000 وما توريهوش. لا معزك حاجته بيك يحط نمروك ويبدا ينزل 24 ساعة، كي انت حاجتك بيه تطلب يستحيل باش يهزو، هذه قلتها له معزك. أنا ذكر عبد الحميد في لافون بريمير جاي في باله يفرح فيا أنا. جاء قال لي اسمعني يا عزيز روح كومبلي وجبنا كريسي من برا بيض باش العباد تقعد وكنت شخ بالبكير. شوف يا تونيسير تو حتى الخلاص ما خلصتنيش فاهم معناها 250 ما رجعوها لك. يجي 250 انت شهريتي خدمت شهرين ما خلصونيش. استثناءات اي الملاعب اللي ما تكيفش استثناءات بالحق قوي. كان جت عينتني النهضة ورايا النهضة في 6 جمعات انفرد. مازلت تخدم في المرمى؟ اي نخدم انا من اللي بديت راه فهمتني. الحق طفلة مرة شافتك تخادك تصور في كليب. اي في بالها تصور في كليب يا اخي. علاش مخبي توا قصة الحب اللي قاعد تعيش فيها مع زميلة؟ قد ايه عمرها لحيتك؟ كل حياتك 48 سنة اكبر مني لحيتك نصف قرن وحياتك الخاصة والدنيا والحب والحكايات لاقية وقتها؟ التو تكور يظل يا التو لحد نص نار ما يتحصل عليك حد. أنا ياسر نحب أمي قبل كل شيء، ياسر نحب أمي ومتعبتني مرتي ياسر طويلة وتحكي ياسر بالعيات وتسمع مسلسلات بالعيات. علاش رفضت ترافع في قضايا الطرابلسية بعد الثورة؟ اتصل بيا بالحسن طرابلس نهار 16 جامع. صحيح كنت ملتزم دينيا جدا وسونوري تليفونك كانت اذان، كنت ملتزم ما تفلت حتى صليت. وي اخر مره بكيت بينك وبين روحك وحدك؟ خرجت من بعد الوالده تقريبا ساعتين تاع الصباح شدتني كريز كبيره. وقت اللي ولاده يوصل يسب الجلاله عليا في البيرو، وقت اللي يتصرفوا تصرفات مهينه معايا. عندك زوز خواتك توفي ومنهم خوك اللي قعدت 10 سنين مريض بالكونسير. قعدت 3 أشهر نمشي لطبيب القلب لانه ما بكيتش بالقدا. الفن يدخل فلوس عزيز. هيدخل وبرشا فلوس. كون اقترح عليك منصب وزير رياضه وعلاش رفضت؟ مدير الامن والسلام اللي عنده 35 سنه خبره معناتها اكثر من عمرك قالوا انك سمعتوا الكلام في الكلوار. قلت له الكلمه هذه ولا ما قلتلوش؟ لا لا جامد لافي شنو هذا ما يقال في تونسات. لا ولدي راني من اللي تفرجت فيه في النوب اي وناكل يوم تشدني نوب ونتصرع اي وبرا عادي كان غلطت وينو المشكل وينو المشكل. لاباس شو مع نوفل الورتاني نهار السبت 9:30 على قناة التاسعة.